السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخكار. النهارده هنعمل مع بعض البتنجان او الباتنجان البراني على الطريقه الافغانيه. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. ويسلم لي على البتنجان. وتعال نشوف، جبت فلفل الوان وطماطم وثوم وليمون ومعلقه نعناع ناشف وبابريكا وملح وكركم وكوبايه زبادي وليمون وثوم مفروم. طبعا قطعت الفلفل زي ما انتوا شايفينه كده، وقشرت كمان البتنجان كمان علشان ايه هنقليه. الاول هتجيبي البتنجان، شوفي انت عايزه تجيبي 2 او ايه 3. انا استخدمت ايه 3 بتنجانات كده وقطعتهم بالطول وخليت فيهم القشر عشان تسيب فيهم شكل جمالي. ممكن انت تقشريه كله تخليه ابيض بس من غير قشره، ورشيت عليه معلقه ملح وقلبته كويس جدا علشان الملح يوصل لكل البتنجان، وسبته لمدة نص ساعة علشان يطلع كل الملح المية اللي فيه. وبعدين شطفته بمية باردة من الحنفية، وبعدين ايه صفيته من المية تماما. وحطيت الطاسة على النار وحطيت فيها زيت لحد ما الزيت بقى سخن. رحت حطيت البتنجان علشان اقليه وقعدت اقلبه، بس خليت لونه ذهبي فاتح مش ذهبي غامق علشان يدي طعم احلى. كل ما تخلي البتنجان لونها فاتحه كل ما هتدي طعم احلى في الاكل. طلعت البتنجان على طبعا ايه على ورقه مطبخ علشان يتصفى من الزيت، او ممكن انت تحطي مصفى. وبعد كده حطيت الفلفل الالوان المتقطع وقليته هو كمان. بعد ما هقلي الفلفل هروح حطاه برضو في الصينية جنب البتنجان. وجبت ايه شوية زيت صغيرين من بتاع البتنجان اللي احنا قلينا فيه البتنجان، حطيت فيه التوم والتوم احمر شوية، حطيت الطماطم المتقطعة حلقات والفلفل الحامي ده اختياري بس هيدي طعم جميل جدا. الطماطم هتتسبك شوية كده 10 دقايق. هروح ايه هضيف ايه البابريكا، معلقة البابريكا والكركم ومعلقة الملح والنعناع الناشف، وهقلب بقى ايه الكركم والنعناع الناشف والملح والبابريكا مع الطماطم والفلفل الحامي والثوم. طبعا احنا كنا محمرينه، بس ايه تخلي بالك اوعي الثوم يتحرق منك، لازم تحطي الطماطم على طول. جبت البتنجان بقى بعد ما صفيته من الزيت اللي احنا قليناه كله، هجيبه كله واروح حاطاه ايه على ايه الطماطم زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا الريحه ولون الطماطم كان خطير جدا. هتحطي كل البتنجان وهتحطي ايه الفلفل، وتسيبي شويه ايه فلفل كده ايه على جنب من الالوان علشان ايه تزيين الطبق. حطيت كل البتنجان بقى والفلفل بقى بالمنظر الجميل ده والالوان طبعا والطعم تحفه جدا جدا. وهروح اجيب ايه نص كوبايه ميه واحطها على ايه البتنجان علشان تدي ايه يعني يغلي كده غلوتين يبقى طعمه حلو. مش هحط ميه كتير عشان انا عايزاه كده ايه ما يكونش فيه صوص كتير. اسيبه كده يغلي بقى ايه 5 دقايق كمان على النار، وهاجي بقى ايه علشان ايه اكمل بقى ايه طبق التقديم. فاكرين طبعا كوبايه الزبادي اللي قلت لكم عليها، هتجيبي كوبايه الزبادي وهتحطي عليها الثوم المدقوق وليمون. ممكن ما تحطيش ليمون وتحطي ايه شويه ميه صغيرين علشان تقلبي الزبادي مع الايه الثوم. في بيحط ليمون وفي بيحط ميه، انا حطيت ليمون. بعد كده هجيب طبق بقى ايه للتقديم، انا هوريه لكم دلوقتي. لو انت عايزه تاكليه من غير زبادي ممكن تخلي شويه على جنب من غير زبادي، وممكن تخلي شويه بالزبادي. حطيت طبقه زبادي صغيره معلقه في ارضيه الطبق، وبعدين البتنجان، وبعدين حطيت معلقه زبادي على الوش للتزيين، وهوريكم بعد كده هنعمل ايه تاني. فاكرين طبعا ايه الصلصه بقى اللي جوه الميه اللي حطيناها على البتنجان، خدت بقى معلقة من الصلصة دي، شايفين بقى فيها شوية زيت ولون الكركم، وترشيها كده على ايه الطبق من فوق علشان الشكل الجمالي. تاخدي بقى ايه من الزيت اللي طالع منه ده، وبعدين تجيبي رشة من النعناع الناشف كمان، هتديله بقى ايه لمسة جمالية احلى واحلى وطعم كمان خطير جدا. هي دي الرشة طلعت معايا كتير بس مش مشكلة، النعناع حلو جدا.
بصراحة طعمها تحفة جدا. أنا عندي أسرتي فيه بيحبوها بالزبادي جزء، وجزء بيحب من غير الزبادي، فطبعا أنتي لازم ترضي جميع الأطراف، وأنا حبيت أوريها لكم بتتقدم إزاي. أتمنى أن وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وما تنسوش إيه اللايك والشير والسبسكرايب والاشتراك في القناة. وطبعا عشان تاكلوا بقى حوريكم إزاي دلوقتي إحنا هناخد منه شوكة بالشوكة كده عشان تشوفوا بقى. طبعا انتوا شفتوا كل الخطوات، مش محتاجين تشوفوا جوه ايه الطبق، لان انتوا عارفين اللي جوه ايه بتنجان. وتجيبي بقى ايه حتة عيش بقى كده، او تعمليها بقى ودن القطة وتغمسي، او تاكليها من غير بقى ايه برز، اي حاجة بالطريقة المفضلة ليكي. وسلمني على البتنجان، واتمنى ان الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب لقناتي، وبشكركم جدا وبقول لكم مع السلامه مع السلامه. مطبخ كارمين.